like a Hellcat. لو انت متعرفش ابراهيموفيتش فهو شخصية كده تحس ان هو شخص نرجسي على شخص صاحب صاحبه على شخص فرحان بنفسه. بص شخصية كده تحس ان هي اوفر في كل حاجة، لدرجة انه في مرة من المرات كانت رجليه اتكسرت والدكاترة قالوا ان عشان رجله تتصلح ويرجع يلعب ماتشات تاني معاه على الاقل 6 شهور. ولما جم اتكلموا مع ابراهيموفيتش قال لهم انا في شهرين بالظبط رجليه هتخف وهرجع العب كرة تاني، وفعلا ده اللي حصل. حتى الدبل كيك اللي كان عمله كريستيانو قبل كده، لما جه حد من المذيعين قال له ايه رايك في الدبل كيك اللي عمله كريستيانو، قال له هو عمل الدبل كيك ده من جوه خط ال18 انما انا عملته من بره خط ال18. وفي مره من المرات كان في مذيع ساله قال له مين احسن لعيبه في العالم، فقال له اجويرو كريستيانو ميسي، فقال له على فكره انت ما قلتش ابراهيموفيتش، فقال له لان الاسود ما تتقارنش مع البني ادمين. فالنهارده ان شاء الله هنحلل شخصيه ابراهيموفيتش وهنشوف ايه طريقه تفكير الشخص ده. اما اذا كنت ما تعرفنيش انا بقى او اول مره تتفرج على الفيديوهات بتاعتي، فانا اسمي هادي جنيدي وانا محلل شخصيات عن طريق علم الفراسه. ايه هو بقى علم الفراسه ده؟ علم الفراسه هو ان انت بتقدر تحلل شخصيه اي بني ادم مجرد ما بتشوف شكل وشه. الوش بتاع البني ادم او الوجه بتاع البني ادم في زوايا في الوش، الزوايا دي بتتغير بناء على تصرفاتك، شكل العين، حجم العين، حجم الجبهه، شكل الفم، الأنف، هكذا. ولو أنت مستغرب من حاجة زي كده فأنت عندك مشكلة، لأن أكيد أي بني آدم في الدنيا بيلاحظ أن في تغيرات بتحصل في وش الإنسان بناء على المواقف اللي بيمر بيها. شخص غني فجأة لا قدر الله حصلت له مشاكل وتحول لشخص فقير، بتلاقي شكل وشه اتغير وبيبان عليه الاكتئاب. أنت نفسك مجرد ما بتشوف شكل أي حد بتتوسم فيه خير أو شر، خبيث، لئيم، الشخص ده بتحس أنه ظريف. لما بتشوف حد بتحس أن أنت قابل الشخص ده، رغم ان ممكن يكون في شخص تاني شايف نفس الشخص اللي انت حاسس ان فيه قبول ولكن هو ما بيحسش بقبول من ناحيته. وده لان الشخصيات بناء على تحليلها بتتوافق مع بعض او العكس. مش هطول عليكم اكتر من كده، بس انت تقدر تسرش براحتك عن علم الفراسه وايه علاقته بتحليل الشخصيه. فهنبدا نجيب دلوقتي صور لابراهيموفيتش وهنبتدي نحلل شخصيته. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينه، وتنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. ايه يا عم، او اتفضل يا عم. اول حاجه لو جيت بصيت عليها في ابراهيموفيتش هي العين. العين هتلاقيها نازله كده من الزاويه دي وطلعة من الزاوية اللي هي اللي بره. وده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص ده يصنف لئيم. ولكن فكرة اللؤم هنا احنا مش بنتكلم على صداقات بقى ولا حاجة زي كده، فاللؤم هنا لما بنتكلم عليه في الكارير بتاع الشخص ده بيدل ان الشخص ده دايما بيبقى انجح من مثيليه اللي موجودين معاه في نفس الكارير او في نفس الفريق. خلينا نتكلم بقى على الكورة، لان فكرة الشخص اللئيم هو دايما لما حد بيعمل معاه مشكلة او لما بيتضايق من حاجة بيصبر خالص لغاية ما يتعلم ازاي يردها. فلما نطبق ده على فكرة شغل او رياضة او حاجة زي كده، فدايما الشخص ده بيبقى متفوق على الناس اللي زيه في نفس المجال. النقطة التانية وهي الحاجب. الحاجب هتلاقيه قريب جدا من العين، فهتلاقي ان الشخص ده ودود وعشري. بس ابراهيموفيتش مفهوش حتة الود بناء على الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. بس احنا خلينا نمشي واحدة واحدة وانا هوريكم التربيطة هتيجي ازاي. لو جينا دخلنا على اطار الوجه بتاع ابراهيموفيتش هتلاقيه يصنف اللي هو الوجه المعين. الوجه المعين ده دايما بيكون شخص مقاتل. ينفع ان انا اقول عليه خلقه ضيق بيزهق بسرعة وده سبب القتال، ولكن ابراهيموفيتش هنا الجبهة عنده تعتبر عريضة، فبالتالي الشخصية دي ما ينفعش ان انا اقول عليها خلقه ضيق. ولكن اللي اقدر اخده هنا من الوجه المعين زي ما قلت لكم ان هو شخص مقاتل. لما تركب العين دي مع الوجه المقاتل مع الاذن اللي هي طالعه لبره دي وهي الاذن الانتفاعيه اللي هو انا ما اعملش اي حاجه الا لما يكون في مقابل قصادها، وفي نفس الوقت الشفايف الرفيعه دي معناها ان الشخص ده مش كريم الا مع الناس اللي بيحبها فقط. في الحاله دي الحاجب اللي هو القريب ده مش هيصنف كود وعشريه، لا ده هيصنف عشم، بمعنى ان هو دايما بيتوقع الخير من الناس.
فبما انه شخص مقاتل والحاجات اللي اتكلمنا عليها، فالخير اللي بيتوقعه من الناس ان هو هيقدر ينتصر عليهم، فبالتالي هو عنده ثقة عالية جدا في نفسه بسبب الحاجب ده. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية برضو لها علاقة بالثقة. لو بصيت هنا على عرض الجبهة، انا متهيالي من اعرض الوشوش اللي انا شفتها، بص كده بالنسبة للطول عرض الجبهة دي عريض جدا، فاذا الشخص ده عنده ثقة في نفسه عالية جدا، عنده اصرار، عنده تحدي، عنده مواجهة، الخجل عنده شبه مش موجود، المشاعر عند الشخصية دي موجهة لتحقيق الاهداف فقط. كمان الأذن الانتفاعية دي هتلاحظ ان هي من تحت طالعة لبرة، وده معناه زي ما اتفقنا الأذن عموما لما تكون طالعة لبرة اذا الشخص ده انتفاعي، عنده خصوصية، ما يحبش يقول الأسرار اللي موجودة عنده، والجزئية دي تحديدا اللي هي لها علاقة بالحركة، فبالتالي الشخص ده عنده خصوصية، وتحديدا خصوصية في المهارات اللي عنده. يعني فكرة ان هو يعلمك او يديك مهارة من المهارات اللي هو اكتسبها يقولك انها اتعملت ازاي، لا ده مستحيل يعمله. طبعا الانف هنا هتلاقي فتحات الانف واسعة جدا، فبالتالي الشخص ده بيصرف على نفسه كويس جدا، لدرجة ان انا في معلومة كنت سمعتها عنه قبل كده ان هو مجرد ما احترف خد مبلغ كبير، المبلغ ده المفروض ان هو هيصرف على نفسه بيه سنويا حاجة زي كده، راح اشترى بيه عربية مرسيدس كانت غالية جدا في الوقت ده، لدرجة ان هو ما كانش معاه فلوس يصرف على نفسه اصلا. طيب تعالوا نشوف صورة تانية ونكمل بقية التحليل. لو جيت بصيت هنا على العين هتلاقي فيه الخطوط اللي هي طالعة دي، احنا بنسميها في علم الفراسة الخطوط الاشعاعية. الخطوط دي معناها ان الشخص ده ظريف جدا، بيحب السخرية، بيحب يهزر. ولما تيجي تقارن جزئية زي دي بالانف دي اللي هي الانف الادارية، تقدر هنا تستنتج ان السخرية بتاعته بتكون مرتبطة بإدارته للناس، بالتحكم في الناس، بفكرة ان انا محدش يقدر يتحكم فيا، لا انا اللي اتحكم في الناس بس. حاجة تانية انا عايز اتكلم عليها في شكل الانف ده، قبل كده في الفيديو اللي في الاي اللي فوق دي اتكلمت ان في انف بتكون كلها محدبة، وفي انف بتكون فيها مطب هنا، وفي انف بتكون النتوء ده جاي هنا، وكلمنا على الفرق بينهم. بالنسبة للانف اللي انا شايفها دي اللي بيكون فيها اخدود من المنطقة دي وبعد كده بتبقى مرفوعة بالمنظر ده، وتحديدا في جانب التفكير هنا هي اللي بتكون مرتفعة، النوع ده من الاشخاص ينفع ان انا اقول عليه صاحب صاحبه. فبالتالي ابراهيموفيتش لو بيحب حد هتلاقيه مخلص جدا ليه، والاخلاص على فكرة برضو باين هنا في الحواجب، ولكن زي ما اتفقنا هو عشان الكرم عنده الشفة التحتانية ما تعتبرش سميكة، فبالتالي الكرم عنده انتقاء، فبالتالي هو ليه عدد محدود جدا من الأصدقاء، ممكن مثلا احنا نقول واحد او اتنين او تلاتة بالكتير قوي، ولكن الأشخاص دي هو مخلص ليهم جدا، راجل معاهم جدا، كريم جدا برضو معاهم. طيب ندخل على صورة تاني ونحاول نطلع برضو بعض الصفات. صورة مثلا زي دي، الأنف دي إلى حد ما معوجة شوية، مش نازلة كده خط عدل، فبالتالي ينفع ان انا هنا اقول ان الشخص ده عنده حتة المكر والخداع. ولو جيت برضو بصيت على الشفة الفوقانية هتلاقيها مش كبيرة، فاذا الشخص ده ما عندوش مشاعر في الكلام، يعني بيحب الايجاز. لو ربطت حتة الايجاز مع حتة السخرية مع حتة الادارية هتلاقي ان الشخص ده طريقة الهزار بتاعته اللي هي معتمدة على فكرة قصف الجبهات وبتاخد الشكل اللي هو الغريب ده. طيب ندخل على صورة تاني ونحاول نشوف بعض الصفات الأخرى. لو أخدت بالك في الصورة دي هتلاقي المسافة اللي هنا قصيرة والمسافة اللي هنا كبيرة، إذن الشخص ده عنده حتة حب الظهور عالية جدا. لو بصيت برضو على الأذن بتاعته هتلاقيها اللي هي الأذن اللي احنا بنسميها الأذن المربعة، فإذا الشخص ده عنده القدرة ان هو يشتغل في كذا حاجة في نفس الوقت. برضو لو بصيت على إطار الأذن هتلاقيه منفوخ، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه هو راضي جدا باللي هو فيه واللي هو بيعمله، وعنده القدرة على استغلال وسائل الرفاهية كلها المتاحة حواليه. برضو كمان لو بصيت على شكل الأذن هتلاقي اللي هو الجزء اللي فوق اللي هو شبه مدبب كده، فبالتالي ينفع ان انا اقول على الشخص ده عنده شوية عدوانية مع انه شخص كتوم جدا. في نقطة كمان مهمة جدا، لو بصيت هنا هتلاقي الجبهة بتاعته مايلة، إذن الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه استنتاجاته سريعة جدا، وكمان المرونة وهتلاقي هنا الجزء اللي هو المدور ده، فبالتالي الشخص ده مرن جدا في التفكير. طيب لو ربطنا الكلام ده كله مع بعضه هنستنتج ايه من الشخصية دي؟ طيب الخلاصة بتاعت الشخصية دي ينفع ان انا اقول على الشخص ده نرجسي، فكرة ان انت تيجي عليه او تغلط فيه لا هو هيرد لك حاجة زي كده، ممكن ما يردهاش في الحال ولكن هو هيصبر شوية عشان يعرف يردها بالطريقة الصحيحة.
اللي يرد بالطريقه اللي يرد بيها كرامته، وفي نفس الوقت يخليك ان انت ما تحاولش تغلط فيه تاني. وبسبب الاستنتاجات السريعه اللي عنده بيعرف ان هو يقتنص الفرص كويس جدا، ده غير ان هو كمان شخصيه استنتاجاتها سريعه، فبالتالي هو شخص عنده القدره على التطور بطريقه رهيبه. وعلى فكره النوع ده من الاشخاص بيكون صبور جدا لابعد الحدود، شخص ما يعرفش معنى الاستسلام او الياس. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ده كان تحليل مبسط لشخصيه ابراهيموفيتش. لو الفيديو عجبك وحابب ان انت تشوف تحليل شخصيات لعيبه الكوره او اي شخصيه انت بتحبها، اشترك في القناه علشان اي فيديو انا انزله تعرف ان انت تتابعه اول باول. وطبعا لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش ان انت تعمل لايك وبس. سلام.